في هذا الفيديو الخطير سوف تتعلم عمل كل هذا وأكثر. لاحظ، تستطيع عمل من صورة فيديو متحرك يشابه الفيديو الذي تقوم بإدخاله، وتستطيع إدخال صورة وكتابة برومبت بسيط وتحصل على هذه الأشياء المتحركة. نعم، إذا كنت مهتما بالموضوع تابع الفيديو حتى نهايته وسوف تتعلم كل شيء ومجانا. مثل ما عودناكم دائما على كل شيء جديد، اليوم جئت لكم بشيء رهيب. سوف تضغط على الرابط في وصف الفيديو ثم تأتي إلى هذا الموقع وهو Beagle AI، ثم تضغط على Join the Beta. بعد ذلك سوف تقوم بكتابة اسم ثم تضغط Continue، تختار I am human، وهنا يسألك ما هو الشيء الذي لا يطير. أكيد الأسد، وهنا كذلك الأسد. والآن أنت تأتي إلى Discord، وهنا سوف تجد الكثير من الغرف. سوف أختار واحدة منها، سوف أختار الغرفة رقم 7، أنا أحب الرقم 7. وهنا سوف تضغط Slash ثم Animate. سوف أختار هذه الصورة، قمت بإنشائها عن طريق Forge UI، أو هذه الصورة Motion Prompt Dancing روبوت دانسينج. باك جراوند سوف اختار جرين، وفاين تيون سوف اختار اون لكي تكون الصوره واضحه جدا، ثم سوف تضغط انتر. والان سوف اذهب الى موقع بيكسلز، هذا هو الموقع، موقع بيكسلز. عن طريقه تستطيع البحث عن فيديوهات دانسينج وومن، سوف ابحث عن دانسينج وومن، سوف اختار هذه الصوره، لا هذه ايستوك، لا اريد ايستوك، دانسينج وومن سوف اختار هذه الصوره، ثم تضغط Free Download، تم تحميله الآن. وسوف أرجع إلى الديسكورد وأذهب إلى الغرفة رقم 6، أضغط Slash، سوف أختار Mix، والآن في Mix سوف أختار هذه الفتاة، هذه الصورة الفتاة قمت بعملها على Forge UI، وهنا تضع الفيديو الذي تريد أن تتحرك الفتاة بنفس طريقته. سوف أذهب إلى Download، هذا الفيديو قمت بتحميله من Pixel. هنا تضع صورة الشخصية التي تريد أن تحركها، وهنا تضع الفيديو لتجعل هذه الشخصية تتحرك نفس حركته. أتمنى أن تكون الأمور واضحة. تقوم بكتابة Slash، ثم هنا تختار الباك جراوند سوف تختارها خضراء، وهنا الفاين تيون سوف تختار اوكي، وهنا اختار الباك جراوند سوف تكون الباك جراوند جرين، وفاين تيون سوف يكون اوكي اون، ثم تضغط انتر. وهنا كذلك في الغرفه رقم 5 اقوم بكتابه سلاش ثم اختار ميكس، وهنا كما ترون سوف اضع الصوره التي اريد تحريكها، سوف اختار مثلا سوف اختار هذه الصوره، وهنا سوف اضع الفيديو الذي اريد تحريك هذه الصوره بنفس طريقته. بالباك جراوند سوف اختار الباك جراوند باللون الاخضر، وذلك لتسهيل عمليه ازاله الباك جراوند من الكاركتر المتحرك. والفاين تيون سوف اختار On، ثم أضغط Enter. والآن سوف أعلمكم شيء جميل وجديد. الآن سوف أذهب إلى pixel.com وسوف أختار Woman running in the park. Okay. سوف نبحث عن فيديو لامرأة تركض في حديقة أو شيء من ذلك. هذا الفيديو جيد، سوف أختار Download. دعوني أختار فيديو آخر، نعم سوف أختار هذا الفيديو Download. والآن سوف أذهب إلى موقع آخر سوف أتركه لكم في وصف الفيديو، وهو Runway ML، هذا هو الموقع. سوف أذهب إلى Edit Video، ثم سوف أذهب إلى Impainting، سوف أقوم برفع هذا الفيديو. والآن تم رفع الفيديو، سوف أقوم بسحب الفيديو من هنا إلى هنا، سوف تختار Include بهذه الطريقة، ثم سوف أقوم بتحديد الشخصية بالكامل بهذه الطريقة، ثم Done in Painting. نلاحظ الفيديو الآن كيف سيصبح، والآن سوف أضغط Export. والآن كما تلاحظون حصلنا على الفيديو لكن من دون الشخصية، والآن سوف أقوم بحفظ الفيديو، تم حفظ الفيديو. والآن سوف أخذ سكرين شوت بحيث تظهر فيه الشخصية بالفيديو بهذه الطريقة. والآن سوف أذهب إلى تطبيق المفضل Forge UI، ثم أذهب إلى Inpaint وأضع الصورة التي أخذناها سكرين شوت، وأقوم بتحديد الشخصية بهذه الطريقة، ثم أكتب A Blue Bald Alien Woman، أتأكد من أنه Inpaint Masked Original Only Masked،
ثم أضغط Generate، وهذه هي النتيجة. سوف أقوم بحفظها الآن، والآن سوف أعود إلى فيجل بالديسكورد، وسوف أذهب إلى الغرفة رقم 1، أقوم بالضغط سلاش ثم ميكس، وأضع الصورة التي قمنا بإنشائها عن طريق الفورج UI، وأضع الفيديو الأساسي الذي قمنا بتغيير شخصيته بهذه الطريقة، ثم background يجب أن تكون green، وفاين تيون سوف يكون on، ثم سوف أضغط Enter، وأنا الآن بانتظار نتائج. الآن سوف أحاول اختيار هذه الصورة و اختيار هذا الفيديو، سوف تكون background green والفاين تيون سوف يكون on، سوف اضغط اوكي والان لنرى، وهذه هي نتيجتنا لهذه الصورة وهذا الفيديو. لاحظون هذا الفيديو الذي قمنا بتحميله، مدة الفيديو 14 ثانية كما تلاحظون هنا، وهذه الصورة التي قمنا برفعها، وهذه هي النتيجة، فيديو 14 ثانية، شيء ممتاز جدا. فلنلاحظ باقي النتائج. نعم، قمنا بتحميل هذا الفيديو، هذا الفيديو عبارة عن 22 ثانية، هذا الفيديو قمنا بتحميله وقمنا باختيار هذه الصورة، وهذه النتيجة 22 ثانية كما تلاحظون. الفيديو طويل جدا، والشخصية تطابق الفيديو الذي قمت بإنشائه بالحركات كاملة كما تلاحظون. 22 ثانية تقوم برفع صورة فقط مع الفيديو الذي تريد صورتك تماثله بالحركة، وتأتي النتيجة. وهذا الفيديو للصورة التي قمنا برفعها، هذه الصورة التي قمنا برفعها وقمنا بكتابة فقط برومت، وهو روبوت دانسينج، وهذه هي النتيجة. النتيجة بالصوت أيضا، 7 ثواني، شيء جميل. وهنا قد قمنا برفع هذه الصورة مع هذا الفيديو، وهذه النتيجة كما تلاحظون، شيء مميز جدا، حيث أن الصورة تتابع حركات الفيديو بالكامل. والآن جئنا إلى تطبيق كاب كات، حيث قمت بوضع الفيديو الذي قمنا بإنشائه هذا في فيجل، وقمت بوضع الفيديو الذي قمنا بعمل اللي هو امبينتينج في موقع رانواي ام ال كما تلاحظون. هذا الفيديو الذي قمنا بانشائه على فيجل، وهذا الموقع الذي قمنا بانشائه على رانواي ام ال. سوف اقوم بسحب هذا الفيديو المفرغ هنا، واضع الفيديو الاخر الذي تكون خلفيته خضراء، ثم اتي الى هنا واختار ريموف باك جراوند، وسوف اختار الكروما كي هو اللون الاخضر، ثم سوف اقوم بزياده هذه السلايدرات إلى أن أحصل على النتيجة المطلوبة بهذه الطريقة. والآن سوف أضغط على play، وهذه هي النتيجة. النتيجة لا تصدق كما تلاحظون، الشيء جميل جدا جدا جدا، وهذه هي النتيجة كما تلاحظون، شيء جميل ومبدع وخيالي. الآن سوف أقوم بعمل export، دعوني أكمل إنشاء الفيديو، سوف أضع موسيقى للفيديو. download والآن سوف أقوم بإضافة الفيديو القديم للمقارنة. أين هو الفيديو القديم؟ بيض، هذا هو الفيديو القديم. شوف ثانية كثير، سوف نقوم بزيادة السرعة، هذا يكفي. وهنا قد قمت برفع هذا الفيديو مع هذه الصورة، وهذه النتيجة، شيء جميل، النتيجة جميلة جدا. وكما تلاحظ أنه قام بعمل فيديو بصورة كاملة 36 دقيقة، يعني شيء جميل جدا. وهذا الفيديو أيضا سوف أقوم بسحبه الآن، وأضع هذه الشخصية هنا، سوف أجعله يكون بجانبه بهذه الطريقة، ومن ثم سوف أقوم بإزالة الخلفية هكذا، Auto Removal بهذه الطريقة.
الآن قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. إذا كنت قد استفدت من هذا الفيديو، أرجو منك متابعة القناة وعمل لايك للفيديو وترك تعليق بسيط. ألتقيكم في فيديو آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.